أهلا بكم. احتفلت الطبقة العاملة الفلسطينية أسوة بعمال العالم بيوم العمال العالمي، حيث ركزت البيانات الصادرة عن النقابات والاتحادات واللجان العمالية على ما يعانيه عمالنا من تدن في الأجور وغياب التأمينات بخاصة الصحية منها. أما المعضلة الكبرى التي يواجهها عمالنا فتتمثل في استشراء ظاهرة البطالة، لدرجة أن نسبة كبيرة من الأسر الفلسطينية باتت غير قادرة على توفير الطعام والملبس لأبنائها. عمالنا الذين يعانون اضطهادا قوميا وطبقيا مزدوجا يعيشون حياة تهميش وإقصاء بكل ما تعنيه هذه الكلمة، في ظل شبه الغياب لدور النقابات في الدفاع عن حقوقهم. أما الآن فمن المقدمة إلى العناوين. فعاليات جماهيرية في المحافظات الفلسطينية لمناسبة يوم العمال العالمي. ازدياد حجم التحديات التي تواجه الفلسطينيين في مجتمعات الاغتراب. قضية الأسرى المرضى عنوان ثابت في الاعتصامات التضامنية. الدجاج يدير الظهر للفقراء. نذهب مباشرة إلى تقريرنا الأول. عمال فقراء لا يتقاضون رواتب تناسب جهدهم وعملهم، ويعانون استغلالا حقيقيا فيما تراجع دور الحركة النقابية ولم تعد قادرة على حماية عمالنا حقوقيا، لأن هذه الحركة منقسمة على نفسها. تتزامن هذه الحلقة مع إحياء الفلسطينيين لعيد العمال العالمي، المناسبة الأممية التي يؤكد عمال العالم من خلالها أن قوة مجتمعاتهم مستمدة من وحدتهم وقوتهم ودورهم في تشغيل وتفعيل عجلة الإنتاج في المجالات كافة، وهم بذلك يؤكدون حقهم في حياة إنسانية تليق بهم وبعظمة الدور الذي يضطلعون به. وإذا كان معظم عمال العالم والمستخدمين في المصانع والمؤسسات الإنتاجية على اختلاف تسمياتها يعانون ويكابدون اضطهادا طبقيا، فإن عمال ومستخدمي فلسطين يعانون اضطهادا مزدوجا قوميا وطبقيا، لأن بلادنا ما زالت ترزح تحت احتلال كولونيالي يسيطر على مواردنا ويحاصر اقتصادنا ويستبيح أسواقنا ويغلق الأبواب على عمالنا ويمنعهم من العمل خارج نطاق سيطرة السلطة الوطنية. فإن العمال والمستخدمين في المقابل الذين يعملون في المصانع والمعامل والمؤسسات الفلسطينية يعانون شروط عمل قاسية في غياب الأجور المناسبة وانعدام الرعاية والعناية الصحية، في ظل ضعف الحركة النقابية وتشرذمها وانقسامها. ولكن قسما كبيرا من عمالنا يعيشون مأساة حقيقية، لأنهم لا يجدون أي فرصة تمكنهم من توفير الحد الأدنى لأسرهم بسبب التحاقهم بصفوف المتعطلين عن العمل، بينما يتخبط اقتصادنا محاصرا بالاحتلال واتفاقية باريس الاقتصادية، حيث تدور الخطط والشعارات التنموية في دائرة مغلقة، في حين يستسهل المستثمرون الاستثمار في المشاريع الخدماتية، فنجد انتشارا فوضويا للمقاهي والمطاعم على حساب المصانع الإنتاجية، وهذا يعني استفحال ظاهرة الاستهلاك وتضاؤل فرص التشغيل، لأن المصانع والمؤسسات الإنتاجية الكبيرة هي التي تستخدم أكبر عدد من العمال. إن التباكي على تدهور اقتصادنا وغزو المنتجات الإسرائيلية لأسواقنا لا يكفي ولا يخلق تنمية، إن المطلوب مبادرات اقتصادية جريئة ومدروسة تطلق العنان لاقتصادنا لكي ينمو ويتطور وينافس، والمطلوب أيضا إطلاق طاقات عمالنا وفنيينا لكي تقدم وتبدع، لا أن نسجنها في سرداب البطالة.
معنا في الاستوديو الأستاذ عصام العروري مدير مركز القدس للمساعدة القانونية. أهلا وسهلا بك. إذا نبدأ هذه الحلقة من مناسبة أيار عيد العمال العالمي، بداية ماذا تقول يعني في هذه المناسبة؟ أقول أن هذه المناسبة تمر في الأراضي الفلسطينية وتمر على العمال الفلسطينيين في أجواء أبسط ما يقال فيها أن أفقها مسدود. نعم. وتسود حالة أفقها السياسي والاقتصادي حالة من انعدام الأمل، ويبدو أن الكل ينتظر الانفجار القادم في الأراضي الفلسطينية في حال استمرار التراكمات على ما هي عليه، بسبب الضربة الكبيرة التي تلقتها أهم فئتين في المجتمع، ونتحدث عن طبق العاملة ونتحدث عن الفلاحين الذين اقتلعوا من أراضيهم ومن العملية الإنتاجية، مما حول الأراضي الفلسطينية إلى سوق استهلاكي كبير يعتمد على المعونات الدولية. وللأسف أن العيش في الأراضي الفلسطينية أصبح رهنا بتقديم تنازلات سياسية ومبدئية في قضايا جوهرية تخص الشعب الفلسطيني. يعني نسبة كبيرة من أسرنا الفلسطينية تكافح من أجل لقمة الخبز، البعض يستطيع الوصول إلى هذه اللقمة بعناء وبصعوبة شديدة، والبعض الآخر يعني في حيرة من أمره. في تقديرك يعني إذا استمرت الأمور بهذا الشكل، الناس أو جزء لا بأس به من التركيبة الاجتماعية الفلسطينية وصلت إلى حافة الجوع، ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن هناك قنبلة موقوتة، وهذا يعني أن الإخفاق لا يقتصر على انسداد الأفق السياسي وعدم تحقيق المطالب الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، ولكن أيضا فشل النظام الاقتصادي الذي بني منذ أوسلو وحتى الآن، والذي التنمية والذي والتبشير بسنغافورة الشرق الأوسط وغيرها، وصمت أذن تنمية وجدنا أنفسنا في نهاية المطاف أكثر ضعفا وأكثر انكشافا وأكثر تبعية مما كنا عليه تحت الاحتلال للأسف، لأن الأولويات في واد والسياسات الاقتصادية والاجتماعية في واد آخر. ولنأخذ بعض البنود في القانون الأساسي الفلسطيني. القانون الأساسي الفلسطيني يقول أن العمل حق لكل فلسطيني، وعلى السلطة أن تسعى لتوفير فرص العمل والعيش الكريم. تحولت السلطة إلى جهاز بيروقراطي يقوم فيه التوظيف على الواسطة والمحسوبية والهوية السياسية باستئثار الحزبين الحاكمين في منطقتي عمل السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بالوظائف الأساسية، واقتسام الفتات مع بعض الحلفاء هنا وهناك كنوع من الترضية. ولكن المواطن العادي الذي ليس له انتماء سياسي، ليس له من يدافع عنه أو يتبنى قضيته، فهو ليس أولوية لأحد. هذا خطر كبير وكامن يهدد مستقبل استقرار المجتمع الفلسطيني. طب يتم ذلك في ظل غياب الحركة النقابية. الحركة النقابية الفلسطينية كانت في فترة من الفترات، وفلنقل حتى الانتفاضة الأولى، كان في هناك حرص من هذه النقابات على الحقوق العمالية، على المصالح العمالية، على مستقبل هذه الطبقة. أما الآن فلا نجد متابعة من هذه النقابات، بل نجد حركة نقابية منقسمة متشرذمة تعاني من ضعف مستمر يعني ومتواصل. نعم. هذه البنية الاقتصادية التي نشأت ترافقت مع حالة من الاحتواء شملت ثلاث كتل رئيسية في المجتمع.
الاحتواء الأول كان للطليعة المثقفة والنخبة المثقفة للمجتمع، والتي جرى احتوائها على هامش الوزارات التي نشأت، وجزء كبير منها ربما اتجه للعمل في قطاع المنظمات غير الحكومية. وبالتالي إذا كنت تتحدث اليوم عن نخبة مثقفة طليعية في المجتمع الفلسطيني لن تجدها، لأنها انخرطت في بشكل ذاتي وجرى احتوائها. الكتلة الثانية التي جرى احتوائها هي الحركة النقابية، حيث أن أيضا وساد لفترة طويلة أنه لم تعد تميز القيادات النقابية عن مراكز صنع القرار في السلطة، وحتى أن العديد من الرموز والقيادات النقابية ربما تجدها وكنت تلاحظها تمشي بسيارات تحمل أرقاما حكومية، وكأنك تحس أن هذه القيادة النقابية بصورة مباشرة أو غير مباشرة جرى احتوائها. لكن هناك اتجاهات أيضا غير محسوبة على السلطة، محسوبة على فصائل يسارية لم تعد كما هي بالسابق، وإنما تعيش برضو يعني يا إما على هامش الحياة النقابية أو استفادت أو التقطت بعض الفتات من الامتيازات. نعم، هو كذلك، وهي للأسف الشديد هي جزء من هذه الحالة العامة وجزء من حالة الاحتواء وجزء من أنها يعني جرى إرضاء بعض مراكز القوى ببعض المراكز، وتحولت إلى يعني ما يسمى بين قوسين سبوبة لبعض الأفراد وبعض القيادات. الكتلة الثالثة هي ما نلحظه، وهذا هو الأخطر، من ذوبان منظمة التحرير الفلسطينية في السلطة والعيش على هامش السلطة بدل أن تكون مرجعية سياسية لهذه السلطة. وهذا إذا وضعنا كل هذا على خلفية المشهد العام من انسداد الأفق السياسي والانسداد الأفق النضالي أمام الشعب الفلسطيني في المرحلة الحالية، فأنه يتوجب أول ما يتوجب انتفاضة داخلية قبل أن تكون، أن ننتفض على أنفسنا، أن ننتفض على هذه الحالة، وأن ننفض عنا هذا الغبار الذي علق بنا قبل أن تدوسنا التطورات. إذن اسمح لنا بالانتقال إلى تقرير آخر. في حلقة الأسبوع الماضي عرضنا تقريرا حول معاناة الأسرى المرضى وخوف أقاربهم من أن لا يعودوا إلى بيوتهم إلا بعد استشهادهم. قضية الأسرى المرضى باتت تشكل العنوان الأبرز في النشاطات والفعاليات النضالية. صور وتواريخ اعتقال ونظرات، كل ما يصف هذا الاعتصام الذي تجمع فيه أهالي الأسرى أمام مقر الصليب الأحمر مطالبين بالإفراج عن أبنائهم. تثبيت اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أن يحظر نقل المعتقلين من أماكن سكناهم، ويجب أن يتم التعامل معهم كأسرى حرية، كأسرى ومناضلين من أجل حرية شعب. بتمنى من كل أسرة فلسطينية، من كل زوجة لما هي الصبح بتحكي لزوجها صباح الخير تفكر إن في نساء لهم سنوات ما حكوا لزوجهم صباح الخير، بتمنى انهم يشاركونا في الاعتصام. ولا يخلو هذا الاعتصام من هاجس الخوف القديم الجديد من لحاق أسرى مصابين بأمراض مزمنة منها السرطان بأرقام شهداء جرد في سجون الاحتلال. وهناك حوالي 25 مريض من الأسرى في داخل المعتقلات مرضى بالسرطان، ونحن نخشى وأيدينا على قلوبنا أن يخرج أسيرا جديدا كما جرى مع الأسيرة أبو حمدية مدرجا بالدم أو شهيدا أو يسقط شهيدا في داخل المعتقلات. تظلم أيها الأبطال عن مصروعات، غدا ستسلق شمس الحرية. الهتاف وحده كان كل ما يستطيع أن يفعله أهالي الأسرى لعل أصواتهم تصل إلى أبنائهم خلف قضبان الاحتلال. اعتصامات لأهالي الأسرى مطالبين بالتدخل الفوري للإفراج عن أبنائهم، وسط تخوفات كبيرة من لحاق الأسرى المرضى بكوافر شهداء سجون الاحتلال. جهاد قاسم، تلفزيون وطن، مدينة رام الله.
يعني أستاذ عصام، الإضرابات المفتوحة التي خاضتها الحركة الأسيرة، وإن كانت بعض الإضرابات فردية لكنها سجلت أرقاما قياسية في الصمود والقدرة على التحمل وطول النفس وغير ذلك. صاحب هذه الإضرابات مجموعة من النشاطات والفعاليات التي ما زال بعضها مستمر وإن كان بشكل أسبوعي. سؤال، ما الذي ينقص هذه التحركات؟ اعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة التي يجب أن نتوقف عندها، أن نقيم ما جرى خلال العام الأخير تحديدا من إضرابات فردية، وهي للحقيقة سجلت ليس فقط أرقاما قياسية غير مسبوقة، ولكن سجلت إرادة وسجلت مكتسبات وسجلت أن هذا الطريق يمكن أن يحقق نتائج أفضل. ولكن خوض الإضرابات الفردية على أهمية ما يشمله من بطولات فردية يستوجب التوقف عنده، ويستوجب أيضا من الحركة الأسيرة أن تعيد حساباتها وأن تفكر بطريقة جماعية منظمة أكثر مثل ما كان عليه الحال في السابق، أن تستفيد من حالة النهوض التي نشأت في التضامن مع الأسرى، وأن يكون ذلك مسنودا بجهد سياسي على المستوى السياسي الفلسطيني من ناحية، وبجهد شعبي لتحويل قضية الأسرى إلى قضية يومية تقض مضاجع المحتلين، خاصة وأنه نحن نعلم أنه في العديد من الحالات اضطرت سلطات الاحتلال للرضوخ خوفا من التداعيات المحتملة لاستشهاد أي أسير في داخل الأسر. ربما كما ورد في التقرير شكلت حالة الشهيد ميسرة أبو حمدية مثالا عن جهية وصرف المحتلين. كان معروفا أن الشهيد أبو حمدية يقضي أيامه الأخيرة وساعته الأخيرة، كانت أمنية حياته بعد هذه الفترات الطويلة من السجن والعذاب والألم والمعاناة أن تكتحل عيناه برؤية أبنائه وأحفاده وزوجته قبل أن يفارق الدنيا، ولكن حتى هذه الأمنية أو أن يتسنى له العلاج يعني في آخر محاولات يعني. أو أن يتسنى له ربما تخفيف ألمه. كانت حالته ميؤوس منها طبيا، حتى لدرجة أن الرئيس أبو مازن وجه مناشدة عبر وسائل الإعلام وطلب تدخل الرئيس الأمريكي باراك أوباما في هذه القضية، لمجرد وكان ذلك قبل أقل من 24 ساعة من استشهاد ميسرة أبو حمدية، ولكن سلطات الاحتلال بعن جهيتها وصرفها المعهود. الطريق معروف، هذا الاحتلال لا يرضخ إلا للضغط. طيب، يعني هناك قضايا أخرى وتتعلق بالحالة بالوضع الصحي للمعتقلين الفلسطينيين. مجموعة كبيرة من المعتقلين إذا استمر اعتقالهم فهم يعني مرشحين للاستشهاد يعني. نعم، نحن نتحدث عن أولا نتحدث الآن عن أسرى ما قبل أوسلو، نتحدث عن أسرى كبار في السن، نتحدث عن أطفال، نتحدث عن ليس مقبولا وغير مفهوم استمرار. لما نتحدث عن أسلو احنا بنحكي عن 20 عاما إلى الوراء، واللي كان له عدة أعوام يعني على الأقل صاروا هناك أعداد كبيرة من الأسرى الذين تجاوزوا العشرين عاما في داخل الأسر، وهذه فترة طويلة جدا، حالات نادرة جدا في العالم التي قضى فيها أسرى ومعتقلون سياسيون فترات تصل أو تزيد عن 20 عاما. لاحظنا أن بالنسبة لسلطات الاحتلال كانت مستعدة أن تطلق سراح 1000 أسير وأكثر لقاء شليط. هذه رسالة واحدة، أن حياة إسرائيلي واحد تساوي عملية ما يسمى بعملية السلام بأسرها، تساوي 1000 الأسرى الفلسطينيين. هذه هي الرسالة التي أوصلنا لها الاحتلال، ويجب أن نرد عليها بمثلها، بأن حياة كل أسير فلسطيني أيضا تساوي 1000 الحيوات بالنسبة للآخرين. إما أن نكون بشرا متساوين، وإما أن تكون حياة بحياة، وإما أن يكون
واحدا بألف. نعم، إذا نذكر الآن بالعناوين المتبقية. ازدياد حجم التحديات التي تواجه الفلسطينيين في مجتمعات الاغتراب. الدجاج يدير الظهر للفقراء. تحديات جمة تواجه المغترب الفلسطيني، أهمها كيفية الحفاظ على هويته الوطنية إلى جانب التعامل مع خصوصية مجتمع الاغتراب، لا سيما في السنوات الأخيرة حيث أصبح الغرب مهووسا فيما يسميه محاربة الإرهاب. تحت عنوان التحديات والاستجابات، استراتيجيات التوافق والبقاء عند الفلسطينيين في الوطن والشتات، وبهدف مناقشة التحديات التي تواجه الفلسطيني أثناء اغترابه وكيفية اندماجه في المجتمعات الغربية، عقد هذا المؤتمر اليوم بتنظيم من مركز دراسات التراث والمجتمع الفلسطيني في جمعية إنعاش الأسرة. المجتمع الفلسطيني من سنة 48 وقبلها، من بداية القرن الماضي وهو يتعرض للهجرة، فنحن هلأ كتير مهم إلنا إنه نبحث ونسمع من باحثين أخصائيين إنه عندما يهاجر الإنسان الفلسطيني إيش هي التحديات اللي بواجهها وإيش استراتيجيات المجتمع الفلسطيني في الخارج للحفاظ على الهوية وتعزيز انتمائه لوطنه وقضيته. المؤتمر شكل فرصة لمناقشة تجارب حية لفلسطينيين عاشوا في المهجر وواجهوا الكثير من التحديات. سميح حمودة هو أحد الفلسطينيين الذين خاضوا التجربة في الولايات المتحدة الأمريكية. لكن أحداث أيلول 2001 وجهت ضربة للحريات بشكل عام للولايات المتحدة، وأوجدت نوع من التحالف بين العناصر الصهيونية أو القوى الصهيونية في الولايات المتحدة وبين الحكومة من أجل محاربة ما يسمى بالإرهاب الإسلامي. فلذلك أصبح الحديث عن القضية الفلسطينية هو إرهاب، والشخص الذي يريد أن يتحدث عن القضية الفلسطينية قد يتورط في مشاكل مع الحكومة. فتراجع هذا الدور حقيقة بسبب نقول الإرهاب الفكري الذي يمارس على العرب والمسلمين والفلسطينيين في الولايات المتحدة. أكثر من 16 ورقة بحثية ناقشت طبيعة الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية طرحت اليوم في المؤتمر، مؤتمر برأي الكثيرين حاول فتح نقاش حول قضية لا تزال مهمشة رغم أهميتها للكل الفلسطيني. من مدينة البيرة، فارس المالكي، تلفزيون وطن. الأستاذ عصام، في سنوات الانتفاضة الأولى وما قبلها كان في نشاط وحركة فعل للفلسطينيين في دول المهجر أكثر بكثير مما هو عليه الآن. هل في تقديرك أن الأزمات التي نعيشها في الوطن، أزمات السياسية، تعكس نفسها على الفلسطينيين في الخارج وبالتالي تؤثر على فعلهم وعلى حركة تضامنهم ونشاطهم؟ بالتأكيد كان الانتقال ثقل منظمة التحرير الفلسطينية إلى الداخل الفلسطيني أحد النتائج السلبية وهي تهميش المجتمعات الفلسطينية في الخارج، سواء في المهجر والشتات أم في مخيمات اللجوء، الذين أحسوا بتخلي منظمة التحرير الفلسطيني عنهم. ولذلك المعالجة الجذرية لهذه القضية هي جزء من إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية واستعادة دورها كهوية جامعة للشعب الفلسطيني، وأن تتحمل مسؤولياتها في تنظيم حركة
والدفاع عن الكيانات الفلسطينية المختلفة. شهدنا حالات ربما كان أكثرها تطرفا ما وقع على الحدود العراقية الأردنية حين ألقي بالفلسطينيين في الصحراء كأحد النتائج. يخشى حاليا من أن يدفع الفلسطينيون أيضا ثمنا باهظا في الأزمة السورية. الفلسطينيون في المهاجر كانوا عونا للفلسطينيين الداخل، اليوم أصبحت حساباتهم مراقبة وحتى التحويلات المالية، ويخشى كل منهم فيما لو أرسل مبلغا إلى جمعية خيرية أن يوضع على قوائم الإرهاب وأن يلاحق. هذه قضايا، شكرا لجمعية إنعاش الأسرة أنها أثارت هذه القضية وسلطت الضوء عليها، ولكن هذه قضية بحاجة إلى جهد على مستوى منظمة التحرير الفلسطينية بأن تعمل تدعو إلى عقد مؤتمر استراتيجي، وربما الأفضل أن يكون في الخارج حتى يتسنى للجاليات الفلسطينية والمجتمعات الفلسطينية في الشتات أن تعيد تنظيم حركتها. كيف يمكن إعادة التفعيل يعني في تقديرك؟ إعادة التفعيل هو في تحرير منظمة التحرير الفلسطينية من أسر السلطة، وأن تعود تستعيد دورها كممثل وكوطن معنوي للفلسطينيين، كممثل للفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، وأن لا ينحصر دورها على الشأن الداخلي الفلسطيني في داخل الوطن المحتل، علما بأن أكثر من نصف الشعب الفلسطيني يعيشون في منافي اللجوء وفي الشتات وفي حالة من الضياع لا تتيح الاستفادة من طاقاتهم خاصة. ونحن نعرف أيضا أنه في العديد من المجتمعات هؤلاء الفلسطينيون يملكون أدوات للتأثير، يملكون أدوات لممارسة الضغط، ولكنهم بحاجة إلى قيادة، وهذه القيادة تاريخيا لعبت هذا الدور منظمة التحرير الفلسطينية، ولكن هذا الدور لم يعد واضحا كما كان عليه في السابق. ولذلك المدخل هو كجزء من إعادة تفعيل وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية ومعالجة حالة التهرحل التي لحقت بها. أشكرك أستاذ عصام، شكرا جزيلا لك. أما الآن فنذكر بالعنوان الأخير. الدجاج يدير الظهر للفقراء. الدجاج وما أدراك ما الدجاج. شراء دجاجة في ظل الغلاء أصبح مهمة صعبة بالنسبة إلى الفقراء والمطحونين في هذا المجتمع الذي يعصف به الفقر والبطالة والحصار. شهدت السوق الفلسطينية في الآونة الأخيرة ارتفاعا مستمرا لأسعار الدواجن، حتى وصل سعر الكيلو الواحد 18 شيكل. المواطنون تذمروا من هذا الغلاء الذي طال سلعة أساسية في ظل الواقع الاقتصادي الصعب. كيلو دجاج حقه 17 شيكل، لما عندي 4-5 أرباع بدون دجاجتين بدون 30 شيكل أقل معدل، بس على مستوى دجاجي كيف بدك تعيش؟ والله يا عمي غلوهن والناس صار قاعدة ما فيش عملة، وإنسان لازم يصير رحمة للشعب، لازم يصير رحمة. المشكلة إن جميع الحاجيات الموجودة في السوق في أسعار خيالية. ويعزو المزارعون والتجار الارتفاع الجديد لارتفاع كلفة الإنتاج ونقص في صوص اللحم من عمر يوم وبعض الأمراض التي فتكت بالدواجن، إضافة للإجراءات التي تفرضها إسرائيل. كثير من المزارع أتلفت يعني، وكانت طبعا في نهاية عمرها فتم إتلافها. هذا طبعا السبب الرئيسي أنه خل بالفترة الحالية خل الصوص اللي عمر يوم يعني فقط المعروض في المزارع يشكل فقط 50% من حاجة البلد. وزارة الزراعة أعلنت عن تشكيل لجنة تعمل على تخفيض الأسعار وإيجاد الحلول المناسبة. جاء ذلك خلال ورشة عمل بحضور أصحاب المزارع والفقاسات. الذي يتحكم أكثر بالأسعار أو المستفيد الحقيقي في المسار هو التجار. التجار هم يتحكمون أكثر ببيع بأسعار البيع،
ولذلك المزارع هو الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج. ويشار إلى أن الأراضي الفلسطينية تشهد موجة غلاء عام في وقت تزداد فيه شريحة الفقراء إلى أكثر من 60%، وبطالة وصلت لأكثر من 30%، وذلك بحسب الإحصاءات الأخيرة. نزار حبش من مدينة رام الله، تلفزيون وطن. ومن الدجاج إلى التذكير بالعناوين. فعاليات جماهيرية في المحافظات الفلسطينية لمناسبة يوم العمال العالمي. ازدياد حجم التحديات التي تواجه الفلسطينيين في مجتمعات الاغتراب. قضية الأسرى المرضى عنوان ثابت في الاعتصامات التضامنية. الدجاج يدير الظهر للفقراء. دمتم بخير وإلى اللقاء.